لسه شاكين. علمك شغلة؟ علميني. إذا بدك تسلم على ليتي بسيطة بتبين جنتلمان. شفت ما أحلاك؟ والله أنت لحالك اليوم، من بعدك ما في حلمي. من زمان كان لازم نلتقي. والله أنا من زمان كتير حابب نلتقي، بس كنت ناطر عزيمة. وهي عزمتك؟ سمي أي عزيمة، هي اسمها جبتيني على ملا وشي. قوم يا أبو نبال، تعب بسرعة، عاوزتك ضروري. لا مو هيك. حتى لو هيك ست جاكلين، انتي ما بنقول لك لا. أكيد أكيد. معناتها رح تساعدني؟ تكرم عينك، انتي امري. أبو نبال، أنا فعلا محتاج لمساعدتك. وأنا قلت لك تكرم عينك، فوتي بالموضوع دغري. من بعد ما توفى المرحوم جوزي، أنا لحالي عم ناطم بالسوق مشان ضلني محافظة على اسمه وعلى هالقرشين اللي ترك لي إياهم. قبل ما فوت على السوق كانت عندي فكرة وردية عنه، يعني المنافسة الشريفة وهالحكي اللي طلع آخر شي كله وهم. ولما شافوني ست لحالي وما بعطي لأي حدا غير اللي بيستحقه، قرروا يتكالبوا علي ويزتوني برا. بس ليكك ما شاء الله عنك، حاضرة بالسوق وموجودة بقوة. صح حاضرة، بس عايش على أعصابي، خاصة أبو إياد اللي حاططني براسه. أوف أوف أوف، وليش بقى أبو إياد حاطك براسه؟ يا سيدي ما عم يصدق إنه في وحدة ممكن ترفضه. طلب إيدي؟ وركع قدامي كمان. مش بالله أنا بشوفه لأبو إياد فرصة. أنا اللي فرصة، وبيحق لي أختار الشخص اللي بيناسبني. مزبوط، بس كمان ثلاث أرباع نسوان البلد بتحلم إلا أنا. مو معقول بهالأيام حدا يتجوز وحدة ما بتهيأ. لا إذا هيك حقك، هيك بيكون خلص الحكي والله. بالعكس، هون بلش الحكي. أبو إياد قرر يقصر لي ريشاتي، ومن سنتين لهلأ كل مناقصة أو مشروع بفوت فيه إلا وبيخطفوه. آخر مناقصة أخدها من تمي، هاي اللي احتفلنا فيها اليوم. أيوة، يعني أنت اللي قدمت العرض الأزود من عرضه لأبو إياد بعشر قروش؟ مزبوط، لكن اللي مجنني إنه مدير المؤسسة والمهندس المسؤول عن المناقصة ورئيس الديوان هن اللي عطوني أقل سعر، وكنت متأكدة مليون بالمية إنه رح ترسي علي. إيه بيكون دفع لهم أكتر منك واشتراه. مستحيل، مبارح كانوا جانين، في شي مو طبيعي صار. تمثيلية، بيكونوا باعوكي. عم قلك مستحيل، معي وثائق بتحطهم كلياتهم بالحبس. شلون زبطت هاي؟ ما بعرف، راح جن. لهيك طلبت مساعدتك. يو شو فيني ساعدك أنا بهالموضوع؟ أنت أقرب واحد لأبو إياد، صح؟ اللي بدي إياه منك خدمة كتير صغيرة، اتأكد إنه واحد من هدول سرب له الرقم، لأني صرت دافعت لهم أكثر من 10 ملايين ليرة وصرفوهم، واليوم الصبح كانوا رح يبوسوا كندرتي مشان ما أعمل شيء ضدهم، لأنهم بيعرفوا إنه رقبتهم بإيدي. وكيف بدي أعرف؟ مستحيل أبو إياد يحكي قدامي. أكيد مستحيل. إيه مستحيل، لكن شلون؟ أول امبارح طلب دفتر شيكات جديد من البنك، يعني الدفتر اللي ما وخلف. أنا بس بدي أرومة الدفتر القديم أو الأسماء اللي انكتب لها شيكات من شهرين لليوم. والله يا ست جاكلين، أنت بالظاهر عم تطلبي المستحيل. أولاً أنا مبخون، ثانياً أبو إياد بالذات مبخون اليوم على قطع رقبتي، ثالثاً أبو إياد ما من النوع اللي بيترك دفاتر الشيكات تبعه بين إيدين العالم. بس اليوم عطاك مفتاح مكتبه مشان تجيب له كم شغلة، ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس اللي بيعطي مفتاح مكتبه للناس بيكون عنده ثقة فيهم، وأنا مالي من النوع اللي بيخون الثقة.
أبو نبال، أنا ما بدي إياك تسرق ولا تقتل ولا تأذي بشي. أنا بس بدي أعرف مين اللي طعمني بظهري، وبعتقد إنه هذا الشي لا بيأذي ولا بيضره. كنت مفكر إني فيني ساعدك يا مدى، بس اللي هي أصعب شوي. فكر. الشي الوحيد اللي ممكن فكر فيه إني ما أخبر أبو إياد الطلب اللي طلبتي مني هلا. مع هيك فكر. خاطرك. اهلا وسهلا انسي رندا. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا فيك. كانك تاخرتي علي. بعتذر منك، بس كان في التراجع عاطل. ولا يهمك، المهم ناخذ شيء يبشر بالخير. اها، يعني بدك كان يبلش؟ لا، قبل هيك بتحبي تشربي؟ تفضل بعد ما خلص. طيب، شفتي شيء؟ اكيد، شفتي كثير اشياء. شيء منيح وشيء مو منيح. تفضلي، عم بسمع لك. مشان اطلع من العام اللي بتحكي فيه البصارات تبع الشوارع واللي بيقروا الفال، انا حابدا بالغيب. تفضلي. اسمك حكمت. امك اتطلقت من ابوك انت وصغير. بتخاف من السجن كثير لدرجه انك بتشوفه بمنامك. تعرضت لاعتداء انت وصغير. اشتغلت بالتهريب وصار معك مصاري منيح. ولهلا خايف ترجع لايام الفقر. طبعا لا تستغرب، انا عم بحكي بالماضي. يعني ممكن يكون سالي عنك حدا بيعرفك وعطاني كل هاي المعلومات. لهيك نحن ما بدنا بالماضي. لا لا لا، معلش احكي اذا لسه في شيء. اوه، لسه في كثير اشياء. شيء بينحكى وشيء ما بينحكى. كانك رجعتي للعموميات. سرقت من خالك اجرة بيته. وقتك كنت تلبس عسكري، يعني يا اما كنت طالب او عم تخدم جيش. اي وحدة؟ ها؟ عم تحكي بثقة؟ كل الثقة. هلا ما بدك تجاوب، انت حر. بس انا هيك شفت. كمل. معناها صح، لأنه لو مو صح كنت وقفتني. معلش تكملي. كنت عامل علاقة مع وحدة من قراباتك، كمان كنت لابس عسكري، ولما صار معك مصاري شاركت واحد وسرقته، وهالواحد بتحس لهلأ اتجاهه إنك ضعيف وبتحاول إنك ما تشوفه لأنه بيذكرك بماضيك. طيب هلأ يمين من الماضي وليلي رح أربح الصفقة لما لا؟ الصفقة كتير منيحة، لكن ما حيجيك من المبالغ اللي أنت متخيلها. بس أنا شفت إنه الصفقة من نصيبك. أكيد. اللي شفته قلت لك ياه، ولما بعتك ابو اياد وفهمني انك كثير بتهمه، صدقني ما كنت فتحت لك بابك. طيب، سؤال. تفضل. في شي حدا من حوالي عم يخونني؟ بس نحن اتفقنا على الصفقه وبس. صح، بس انا خطر ببالي اكثر من حدا. مين؟ هلا هيك ما بعرف، بس انا ممكن اعطيك مواصفات. يا ريت. شاب طويل، اسمر، قريب منك كثير، وعنده جزمه بيضاء. شو؟ ما بدك تشربني شي؟ ها؟ بلا بلا، جلسون. ما بعرف كيف، بس بدي الخدامة اللي عنده بالبيت تكون عندي بأي طريقة. معلوماتي إنها مقيمة بالفيلا، يعني ما بتطلع أبداً. بدك تلاقي لي حل. مو معقول كمان نضل تحت رحمته كل هالسنين ونضل خايفين منه. بعدين أنا بدي أعرف كيف تسربت له أرقام المناقصة. أنا صرت دافع 10 ملايين، يعني مو لعبة. بعرف مدام، بس القصة مو سهلة. ما في شي صعب. انت فكر بطريقة وانا جاهزة لأي مبلغ. المهم اعرف كيف تسربت له الارقام ومين طعمني بظهري. طيب تركي لي القصة وبوعدك تنحل. الله يخليك. انا ما عم احسن نام. هذا الكابوس لازم زيحه، واذا ما حسنت زيحه على الاقل اعرف مصدره مشان ما اخاف منه بالايام الجاية. اتكلي على الله وتركي القصة كم يوم. لك ما في كم يوم، السرعة كتير مطلوبة. أنا بعد بكرة لازم أقدم عروض أسعار لعوض خسارتي، وإلا والله بتبهدل. ما فينا نستنى ولا ثانية، يعني من هلأ بدنا نبلش. ماشي، رح نشوف موضوع الخدامة، بركي بتنحل. على الأقل بيكون النعيم بالفيلا بتتحرك بدون ما تصير أي شبهة. يا عيني عليك، هذا الحكي الصح. بس بدك تسرع، ها؟ وحاول ما تفهمها شي، لأنه إذا عرفت بجوز بتروح بتقله، وبقتها بنكون بشي ومنصير بشي تاني. فهمها للخدامة إنه القصة قصة غيرة،
وانه بدنا نعرف اذا بفوت لعنده نسوان. خليها تبين قدامها انه وحده وبدها تتجسس على عشيقة، وبس بتفوت باللعبه ساعتها بنحكي اللي بدنا اياه ونحن مرتاحين. فكره حلوه مدام. خلص رح بلش من هلا، اذا صار معي شيء بخبرك. هي الله يخليك، ناطرتك على نار. خلص لا تقلقي مثل ما عم اقول لك. يلا تصبح على خير. كل شيء ما يحكي ابو نبال اللي صار بيني وبينه. وقتها بتكون بلشت الحرب العلنيه. لازم ابعث له رساله. بالعادة الرجال ما بيحكوا أي شيء صار معهم يا أبو نبال، وطول عمري شوفك رجال. خير؟ يا سيدي يا النسوان عليهم حركة تفرط من الضحك أوقات. البلد كلها بتكون بتخاف منك وبتهابك وبتعمل لك ألف حساب. وحدة تبعت لك كون رجال. يعني مثلا تبعت تكون حبان، كون حنون، كون طيوب، بس كون رجال. يكون مرة لحتى الواحد يكون. شباب شو صافي؟ والله عقلي مو معي يا ابو نبال. ليش فيك عقل لحتى يكون عقلك معك؟ اذا فيك عقل بصدقك، بس انا شايفك بلا عقل، هي بدك تسامحنا فيها. مقبولة منك ملي. مقبولة وبالصرماية كمان. ليش انا بسترجي؟ شو قصتك؟ واحد كان شحال ما معه ياكل، انفتحت له طاقة القدر صار معه ملايين. واحد كان متجوز ولا ارتاح بلدوزر مخه ومشي حاله. واحد كان ملطشي الرايح والجاي بيتمقطع فيه ولا صار بيعرف ابو نبال. واحد انسرقت كليته ومعلمه قال له لا تاكل هم، رح جيب لك اللي اخذه وبصر معي وبيصفون. ما بعرف شو عم يصير معي، ما رح تصدقني اذا بقول لك شو عم حس. هات لشوف، حس على العالي، سمعنا نغمك. عالي مبسوط. لا 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 لا، فاجأتني والله. خير ليش مالك مبسوط؟ معلم الله يخليك، لازم تسمعني لأنه ما في حدا يسمعني غيرك.
قشوة مثل عن سلافه.